على هذه المباراه كيفاش استعدينا. انا ما نكذبش عليك، انا شخصيا استعدت لي وكتعتبر لي مباراه ديال المشوار ديال الكرويه. هذه المباراه ما غادي خصني نفوز فيها او لا راه غادي نسالي الكره، نسالي المشوار ديال الكرويه. فكنظن مثلا المقارنه بعد بعد الجيل بعد هذيك لا جينيراسيون، لان واحد اللي كنقول لك داك المنتخب ديك الساعه راه منتخب نيت تسمع له مسمى اللي كنقول لك راه الترجي ديال 98 راه اما غتحيد غير غتحيد غير المدرب ديالهم، راه كان ديك الساعه كان منتخب شوكي الواعر، منير القابسي، عيادي الحمروني، الشيحي، بدره، القائمه طويله، القائمه طويله، واحد 87 العناصر كيشكلوا الدعامه ديال المنتخب ديال المنتخب التونسي. مباراة ديال الذهب كنا فزنا، كنا نهزمنا بربعة لواحد في الشوط الأول، كنا لغاية الدقيقة 38 منهزمين بإصابتين لصفر. الدقيقة 38 كنظن كان كحيس سجل الهدف، الدقيقة 40 الحكم صفر نهائي ديال الشوط الأول. حنا مشينا عند الحكم، كان ديك الساعة كان معنا كان عميد فريق هو شبوكي، كنحتجوا على الحكم كنقول شوف يعني الساعة اللي في الملعب ها هي 40، يعني كاينه الالكترونيه الساعه الالكترونيه راه فيها 40 دقيقه. قال لا الوقت عندي، قلنا لي لوينا الوقت، قال لا غندير لكم 5 دقائق في الشوط الثاني. فكتعرف اني كنقول لك الترجي كان ديك الساعه رغم اللعابه اللي كانوا ديك الساعه كيشكلوا الدعم ديال المنتخب، ولكن كان حتى الدعم ديال 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 التحكيم. ديك الساعه كتعرف يعني الكره التونسيه ديك الساعه كانت كتعرف كدير ما بغات في 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 افريقيا، يعني كانوا كيتحكموا في دواليب ديال الكاف، لا في نجمه البرمجه، لا في التحكيم، لا في اي حاجه. زياده ذلك لما انتهينا المباراة فكان واحد النوع من يعني من نوع من يعني من استصغرونا باللغة العربية. حنا ديك الساعة كنا باقيين يلاه واحد جينيراسيون طلعنا ديك الساعة، وقت انا كيشو خامة ساتير مينا كوار بن الشيخ هذو كاملين دي جون فاس العميق الدور، يعني بحال كنقولوا يعني استصغرونا، يعني تقولوا حتى انك ما تنساش لي انا المدرب ديالهم قال لهم بان غنمشيو للمباراة ديال الاياب، غادي نمشيو غير نزورو بعد السياحه المدينه الضبيضه نشوفوا المدينه القديمه ونشوفوا. فاحنا هذه المباراه كيفاش استعدينا، انا ما نكذبش عليك، انا شخصيا استعدت لي كتعتبر لي مباراه ديال المشوار ديال الكرويه. هذه المباراه ما غادي خصني نفوز فيها او لا راه غادي نسالي الكره، نسالي المشوار ديال الكرويه. والحمد لله هذا هو الشيء اللي عند المغاربه، ملي كيديروا حاجه في الدماغ ديالهم، ملي كيستعدوا كيف ما بين الكفايه، كيفاش كيركزوا، كيفاش تيبريباريو الماتش. فاش دخلنا المباراه ما كذبش عليك، دخلنا المباراه ديال مركب محمد الخامس، كنظن كان المعلق ديك الساعه كان هو سعيد زادوق، كنظن يعني كيفاش كيبدا الماتش قال يعني هادو دي جون ديال الوداد خصنا نصبروا عليهم، غيقولوا الكلمه ديال ممكن دي بدات المباراه، شاف داك الحماس ديالنا حنا كيفاش مسيطرنا على المباراه. فهو كيقول كنرجع هذا الشريط هذا، تيقول بان هذه الاجواء عاشها مع المنتخب. فدخلنا كنا كفريق اخر، دخلنا كبحال ماشي لعابه دي جون بحال قلتي، لعابه اللي لعابه اش نقول لك، كل لعاب كيدير فيه 6-7. يعني كنقول لك بدينا المباراه تسجلنا الهدف الاول، الهدف الثاني من ضربه من ضربه من ضربه خطا من ضربه الزاويه اللي سجلها عميق الدور. وفي هذه المباراه ما نكذبش عليك، يعني كنت باغي نعطي انا واحد انا نفسي كنهضر على نفسي، انا بغيت ننتصر الاسم ديالي والاسم ديال الوداد في هذه المباراه هذه. هادي ما غتنسى اني نواف مباراه ديال الذهب، قلت لك كان شوكي الوا كان كيستصغرنا، يعني كان في بعض الاشياء كانت يعني ضد راه المباراه خدامه كاينه، وهو كان يستعرض العضلات ديالو، مثلا كيهز مثلا التوني ديالو تيبين على التريسيف ديالو ولا البيسيف ديالو، تيبين بانه حنا فور على هادشي. هاد المباراة قلت لك انا كانت اي ضربة خطا كنت كنمشي نقلب على 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 شكري الواعر، عندي بعض الصور اللي كان مهزوز انا وهو مهزوز باليد ديالو وانا فوق منه، فكنت كنتشكل عليه خطر يعني. فهو كان عطى التعليمات ديال المدافعين ديالو بان راه القوة ديك الساعة ديال الوداد في الضربات الثابتة هو هذاك الرقم 5، لانه كان كيصعد وكان ديما كنلتحم مع يعني ديال ايريا انا وياه. ف ضد رمزان اللقاء كانت واحد ضربه زاويه كان نفذ عميق الدور، كان الشيحي كان ضربني بواحد زطم عليا للخلف ديالي، بقيت كنتالم انا في مركب مربع العمليات. اللي كان كيشاهد اللقطه هذه هو طبيب الفريق، لان هو ان لاعب ديال الوداد ديك الساعه ساقط، كيشوف
كيفاش باش يدخل يدم اسعافات. شكون الواعر يعني جا شاف مكان في لابي ما كيجوش فيه كلشي كان ديك الساعه ان كونتر فبالكرامبوا ديال الصباط ديالو الحديد فورك عليا على الراس ديالي وديك الساعه مشيت في غيبوبه اللي ما فقدت لقيت المباراه انتهت. الرساله ديالي هي بقوا ايجابيين. حنا الحمد لله حنا فهاد لينا وفهاد المباراه ديال النهايه هادي شوف راهما شوف داروا الصعيب الدار بقى غير حاجه اللي بسيطه جزئيه بسيطه على التتويج لان هو شوف الانسان يدير الرول ديالو كوم كما قلت يعني الانسان يدير خدمته وندير خدمتي وخدمه صاحبي لان غندير المباراه ديال ساندوز المباراه ديال الاياب في النصف النهائي شفنا كيف واحد لاكسيون ديال نصير مع اوك يعني كيفاش كيوبقوا هنا هذا هو اللي مطلوب يعني نساو بان هذه مباراه ديال المغاربه كامله اللاعب يدير لو رول ديالو في لو بوست ديالو كوم الفو لي ديفونسي يديروا لو رول ديالهم ديفونسيف لو غارديان يدير لو رول ديالو كما هو تكون لا كومينيكاسيون بعضياتهم لانه ملي شفنا المباراه ديال ساندوز كان كلشي كيتكلم مي غتكون كتكلم كيبقى ديما كونسونطري اللاعب يبقى ديما يهضر مع صاحبه بالنسبه للعبة ديال الخلف يهضروا مع لي ميليو تيرا لي ميليو تيرا يهضروا مع لا لين داتاك والغارديان يهضر مع لي ديفونسور ديالو لا كومينيكاسيون هي اللي كتسهل الماموريه على اللعابه وليا اليقين ليا اليقين انه اللعابه ديال الوداد غادي يكونوا في القمه ديالهم علاش؟ لانه كلشي بغى يضيف هذا اللقب هذا في السجل ديالو انه ملي كتفوز جوج مرات بالشامبيونز ليغ ماشي سهله. شوف الجمهور بلا ما نحتاج يهضر عليه يتكلم مع بن شريفه الجمهور فهو راه السنه هذه راه هو الرقم واحد ماشي الرقم 12 رقم واحد بالنسبه للجمهور للاعبات الوداد ولا بالنسبه يعني الكره المغربيه لانه كنعرفوا الجمهور الودادي فهو شغوف بكره القدم تيتبع الفريق في السراء والضراء شفنا كيفاش مشاو للجنوب افريقيا زعما مشات سند الفريق في جنوب افريقيا في بريتوريا رسالتي للجمهور هو يبقى يشجعوا طيله 90 دقيقه البيت يقدر يتمرك حتى الدقيقة 83 راه بركان ورك حتى الدقيقة حتى في الوقت الميت يعني المباراة خاص يلعبوا حتى لصفرات الحكم وليا اليقين الجمهور ان شاء الله غادي يكون في القمة وكنطلب منهم يعني التأني والسلامة في الطريق السيار يعني الانسان هو الان حنا كنمثلوا كرة القدم الوطنية كنمثلوا يعني البلد ديال المغرب خصنا نسوقوا المنتوج ديالنا احسن يعني منتوج يعني هو علاش لانه ملي كتلقى جميع القنوات العالمية غتشوف هذه المباراة هذه ويكفي شرف اللعابه ديال الوداد بان كل المغاربه غيشوفوا هذه المباراه لا الشعب المغربي لا رياضيين لا سياسيين لا اي واحد غيشوف هذه المباراه بحد ذاته هذا اكبر دافع بالنسبه لهذه العناصر هذه ديال الوداد وكنطلب كنطلب من لعيبه الوداد يعني كميساج اخير هو يفكروا في هذوك الناس اللي ما قدروش يتنقلوا يشاهدوا المباراه اللي ماشي في المغرب خارج المغرب أو لا كتلقى حتى في المغرب كتلقى في مدن نائية مدن اللي كتلقى جبلية ما عندهمش الوسائل تما يفكروا فيهم وإن شاء الله تعالى عندي اليقين غادي يصنعوا التاريخ إن شاء الله.